بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي المدى الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأعزهم بعزك يا كريم. اللهم ثبت الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم شد السواد يا رب العالمين وسدد الرمي بإذنك يا كريم. ربنا رب انصر إخواتنا في فلسطين وفي غزة وفي السودان وفي سوريا وفي كل مكان يا رب. ففي البداية محدش ينساهم من التبرع، من الصدقة، من الدعاء لهم دوما، وربنا رب يعيننا ويعينهم بإذن الله. طيب نرجع تاني للحوار الميلينج. يعني احنا خلصنا الجيج خلاص، وعرفنا في الجيج بقى شوية أساسيات، فهمنا كده الدنيا بتمشي ازاي. أول حاجة الشغلانة اللي عندي، أول تفكير بيجي في دماغي ازاي هحطها في مكان يثبت الشغلانة ده بالكروتة كده. المكان ده كله هيكون على بيز فريم، ده بنسميه فريم، ساعات بيبقى موجود وساعات بيبقى لا. البيس فريم دوت بعد ما احط الشغلانه في مكان معين ابدا افكر ازاي اعمل لوكيشن وكلامبنج. خلاص بعد ما افكر في اللوكيشن والكلامبنج اللي ممكن يبقى عن طريق بوست، ممكن يبقى عن طريق حاجات تانية كتير، ابدا افكر ازاي احط الدريل بليت. حطيت الدريل بليت، بعد ما حطيت الدريل بليت افكر تاني ازاي في يبقى الحاجه اللي عندي تعمل لوكيشن زي ما هي عامله لوكيشن للشغلانه، تعمل لوكيشن للدريل بليت عشان يتظبط على المكان اللي انا عايزه بالظبط. طيب بعد كده ابدا افكر في بعد اللوكيشن بتاع الدريل بليت ازاي اثبت الدريل بليت والى اخره، او اخليه في مكان معين. يعني ابدا افكر في الشكل اللي هو الكونفيجريشن. قبل ده كله كنت لازم افكر في الايه، في الاورينتيشن بتاع الشغلانه ذات نفسه اصلا. تمام. طيب اتمنى اكون قدرت اوصل لك ايه ملخص الجيج كده سريعا. طيب بعد كده انا عايز اقفل بتاع فتح. بعد كده عندك الميلنج. دلوقتي ايه الميلنج؟ قال لك الميلنج دوت يعني تفكيره نفس تفكير الجيج بقى. انت فهمت الفكره الاساسيه، فخلاص هنلعب في نفس الحوار. اول حاجه في الميلنج انت عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل اورينتيشن للورك بيس. تاني حاجه اعمل لوكيشن وكلامبنج لمين؟ للفيكتشر بودي. وركز بقى، بعد كده لوكيشن اوف الفيكتشر وكلامبنج اوف الفيكتشر. تاني انا عايز اعمل لوكيشن وكلامبنج تاني للورك بيس يتثبتوا ازاي جوه الفيكتشر بادي. بعد كده عايز اعمل لوكيشن وكلامبنج للفيكتشر يتثبت ازاي جوه مين؟ الماشيننج بادي. بمعنى ايه الفرق بين اللي انا هعمله هنا او مدى خطورة الحاجات لو تساهلت فيها هنا، وبين عملية الجيج اللي هو في عملية الدريلينج؟ هنا هتلاقيه دايما بيأكد على فكرة الكلامبنج، سواء كنت هعمل كلامبنج للورك بيس او هعمل كلامبنج للفيكتشر. فين؟ في جسم المكنه. ليه؟ عمليه الميلنج قلت لك لما هتيجي تعمل اند ميل هيخش من هنا كده في جسم الشغلانه اللي هو في الاتجاه ده. خلاص دي كده بتحاول تحرك الشغلانه دي. لو فرضنا ان المحور عندي ادي اكس وادي واي اهي، وادي زد هو اللي للداخل، يبقى انا كده لازم احاول احرك الشغلانه في مين؟ في اتجاه زد. صح؟ صح. يبقى انا كان لازم اثبت الشغلانه دي كويس جوه الفيكتشر ان هي ما تتحرك، تمنع الحركه في زد. طيب لما يجي يحاول يتحرك الشغلانه في زد وانت مثبتها جوه الفيكتشر، يبقى انا كده ده بالدلاله او بالتبعيه، طالما هو بيحاول يحرك الشغلانه جوه محور زد يبقى بيحاول يحرك الفيكتشر كله على بعضه جوه مين؟ محور زد. فكان لازم اثبت الفيكتشر في قلب المكنه، يبقى انا لازم اثبت الشغلانه في الفيكتشر، وثبت الفيكتشر في مين؟ في المكنه. والحاجات دي ما فيهاش هزار، هنا عمليه الكلامبنج ما فيهاش اي هزار. هناك كنت بقول لك ايه، القوه بتيجي من الدريل، بتيجي راسيه، فبالتالي كده كده الكلامبنج احنا بنعمل كلامبنج بس مش محتاجين نموت نفسنا في الكلامبنج يعني. خلاص ليه؟ لان القوه الراسيه عمرها ما هتسبب حركه جانبيه، تمام، او بتسبب بس في حالات معينه، فمش محتاج كل القوى المرعبة. لكن دي كده كده في حركة جانبية هتحاول تحركها حركة جانبية، فعشان كده مهم جدا عملية الكلامبنج. بأكد على الحاجات دي لأنك هتتحاسب عليها، دي بقى هتحاسب عليها في الامتحان لو جت حاجة ميلنج وما عملتهاش هتحاسب عليها. حاجة كمان زيادة، حاجة بيسموها السيتنج بلوك. ايه هدف السيتنج بلوك؟ زي ما قلت لك احنا بنعتمد ان انا عايز اضعف عامل في الورشة يعرف يعمل الشغلانة اللي انا عايز اعملها، فبنعمل حاجه اسمها سيتنج بلوك، اللي هو انت ما تشغلش دماغك. من الاخر ما تحاولش تقول لي اصل انا مهاري وهشغل دماغي، انا مش عايز اشغل دماغك، انا عايز يبقى في غلطه خطا، يعني خطا ده ثابت في طول الشغلانات، بحيث اكتب كده ان انا معدل السماحيه عندي في الشغلانات كلها من 5 من 100 لواحد من 10.
تمام. يجي بقى بتاع الجودة يفتش ورايا، يلاقي في عنده بيقول زي ما هو قايل، زي ما هو زي ما مكتوب في الورق، زي ما هو موجود فين في الشغلانات ده، فعلا ايه ياخد الجودة مني، لانه فعلا الخطأ بتاعه ما بيتغيرش، نسبة الخطأ عنده ما بتتغيرش. دي فكرة انك تاخد جودة. طيب بعد كده في بتتأكد للكليرنس بتاع اللي بين الشيب والكاتنج فلويد، تمام، عشان تحط فلويد يعني، دي مش مهمة خلاص، أهم حاجة لحد الخمسة دول، دول مهمين جدا بالنسبة لي. طيب تعال نبدأ نتكلم عن العملية بتاعة الايه الميلنج بشكل عام. أنواع الميلنج، قال لك عندي حاجة اسمها كونفينشال ميلنج، اللي أنا بعمل ايه، باكل السطح كله، ده بيبقى السطح اهو بتترسم كده لما كنا بنرسمها زمان. وبيبقى ده التفريز، دي البتاعة بتاعت التفريز، تمام، بتاكل السطح كله، تمام. طبعا انت بتعبر هنا بس ان ايه، هو بياكل لسه واقف في المنطقة دي، فباكل السطح كله. في استرادي الميلينج، الاسترادي الميلينج دي انك بتاكل من على نصين من السطح، ثواني، فبالتالي الحتة دي غلط، الحتة دي غلط، طبعا ده مفيش حاجة. خلاص ده الجسم بتاعك اللي عندك، ده الاسقاط بتاعك فين في 3D اللي هو يعتبر شبه ده، تمام، لما تيجي تسقطه 2D. طيب بعد كده، بعد الاستراد الميلنج، عندنا حاجة اسمها الجانج، الجانج ميلنج يعني، تمام. جانج ميل دي ان انا بعمل ايه، في عندي واحدة بتقطع من النص، واحدة بتقطع من الجنب اليمين، واحدة من الجنب الشمال، دي اسمها جانج ميلنج. طيب عندي اللاين ميلينج، خلاص سواء كان سنجل او سنجل لاين او دبل لاين، ده سنجل لاين، ده سنجل لاين بس استرادل ميلينج انه بيقطع على خط واحد، دبل لاين ان انا عندي ايه شغلانتين ينفعوا يتقطعوا، دي شغلانة شغلانة شغلانتين، سنجل لاين، سنجل لاين استرادل ميدل ميلينج، دبل لاين يعني اقدر اعمل على شغلانتين، اتنين ورك بيس، تمام. طيب السنجل لاين من ضمن برضو دي ان هو هيقطع الحاجات على ايه، على لاين واحد، التغذية تبقى الحاجات كلها واقفة على لاين واحد ويقطعها في نفس الوقت. طيب حاجة تانية، عندي حاجة اسمها البندوليوم ميلينج، ودي مهمة. ايه البندوليوم ميلينج دي؟ ان انا بمرجح الشغلانة، يعني ايه، هاجي اخلي الميلينج اللي عندي الاند ميل يخش يقطع الشغلانة دي كده، اول ما يطلع من هنا اروح بعد هيعمل لي الشغلانة كده بالشكل ده، اروح اخلي التيبل اللي الشغلانه دي ممسوكه على تيبل من تحت، اخلي التيبل تلف فيبقى وضع الشغلانه بالشكل ده، وارجع الميلنج تاني يقطع في الاتجاه المعاكس. طبعا لازم يبقى عندي اند ميل ينفع في الناحيتين. الحركه اللي انا عملتها دي اسمها اندكس، الحركه اللي انا عملتها دي اسمها اندكس، هنتعلمها الشابتر الجاي، بس دي في تعريف الميلنج اسمها بندوليوم ميلنج، تمام. طيب النوع تاني من البندوليوم ميلنج ان انا بقى عندي دي جانج اهي، تمام، وداخل يقطع، هيدور الشغلانة، بعد ما يقطع هيدور الشغلانة خلاص، يروح بص داخل هنا قطع جزء معين، ودي خارجة البي، بعد ما تقطع منها جزء معين تروح تلف تلاقي البي بتتقطع من ناحية، طبعا بتنزل الدي بتنزل وتطلع لأعلى، دي بتنزل دي كده الميلنج هنا بينزل ويطلع لأسفل، أو بيقطع فعلا للداخل والخارج، وده شكل الشغلانة، يروح لافف البي يجي مكان الاي، والاي تروح مكان البي، تمام. فيبقى ظهر الشغلانة هو اللي راح لمين، للاند ميل، ويبدأ يقطع برضو النصين التانيين، حتتين التانيين. طيب نفس الكلام هنا، بس هيعمل ايه، مثبت الفيكتشر اللي عنده او الجسم، يبدأ يعمل ايه، يروح يقطع الجسم ده، يرجع يقطع الجسم اللي ورا، تمام. اول حاجة هيقطع الجسم ده، بعد كده يرجع يقطع الجسم ده عشان يوفر وقت. طيب في الوقت اللي هو لما راح قطع الجسم ده من هنا،
جه يقطع الجسم ده من هنا، عمل الثقب، وبعد كده جه يخرج عشان يروح يقطع الجسم ده، نعمل ايه؟ نخلي الثقب ده يلف، نروح ملففين الشغلانه فتبقى معدوله على الناحيه دي، فيجي يلاقي الناحيه دي هي اللي جاهزه يروح قاطعها. طبعا هيقطعها هو بيمشي في نفس الاتجاه، بس اللي عايزك تتخيل ان دي لفت بقت واقفه كده، فيروح قاطعها. يعني بقت كأن عندي القطع اللي عندي بقى شكله عامل كده بعد ما جيت لففت. تخيل ان دي عملت القطع ده الاول، كانت متلففه، رحت لففها 90 درجه راحت عامله لي ايه؟ جاية دلوقتي تقطع الناحية التانية دي، تكون بعد ما عملت القطع ده أعدلها أخليها تبقى إيه وضع القطع بقى كده، وتقطع تاني وهكذا. طيب عندي حاجة اسمها الروتري تيبل، من أنواع برضو البندليوم، إن أنا بعمل إيه، التيبل دي عمالة تلف على نفس الإند ميل، يجي يروح قاطع بالطول اللي هو الحاجة اللي هو عايز يعملها بالطول، وينزل يقطع بالطول وينزل، يقطع بالطول وينزل، ويمشي في كل الإيه، في كل الحاجات اللي عمالة تلف عليه بنفس الطريقة عشان أوفر وقت. ده برضو اللي تحت اسمه اندكس، بس مش هنتكلم عليه، الروتري تيبل يعني اندكس خلاص، بس مش هنتكلم عليه عشان مش موجود دلوقتي. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها بروفايل ميلينج. يعني ايه بروفايل ميلينج؟ يعني بطبع، انا بعمل عمليه طباعه لمين؟ لعمليه الميلينج. فانا عندي الجسم مثلا كان شكله عامل كده اهو، الحته دي اجي هنا عايز اعمل بوكت بنفس الحجم بتاع الجسم ده، اروح كل فيها، ادي الهاند اهي، الحوار ده قديم بس يعني ايه، هو قديم اصلا مش موجود دلوقتي، مش يعني موجود دلوقتي، هو مش موجود اصلا، يروح محرك الراجل، يحرك الفولور ده، يحركه على الجسم اللي عنده، يديله شكل البوكت اللي هو عايزه هنا بدقة كويسة. طيب دي حاجة تانية، بروفايل بليت اهي، بيبقى الايه البروفايل عندي فوق، وطبعا في بوكت هنا كده اهي، ده شكل البوكت، يروح الجسم ده يبدأ يتحرك على الجسم اللي هو الفراغ اللي هنا، وبقية الجسم ده كله متوصل كده عشان بس تبقى فاهم، يبدأ يديك شكل البوكت تحت. طيب في حاجة تانية، نفس الفكرة ايه تاني، بس حط جلب وظبط نفسه مش عارف ايه، عشان نفس الفكرة انه ياخد شكل البوكت، سواء كان دائري او كان واخد بوكت فعلا وهكذا. طيب بعد كده عندي، انا دلوقتي قايل لك فوق من ضمن الخطوات اللي انا قلتها ان انا عايز اعمل ايه، اورينتيشن للورك بيس، هنبقى نشوفها، لوكيشن للورك بيس، وكلامبنج احنا مش هنبقى نشوفها، احنا شفنا الحاجات دي قبل كده كتير فما عداش فيها، ما عادش يتكلم عليها. لكن انا عايز اعمل اهم حاجه دلوقتي بالنسبه لي، بعد ما هثبت الورك بيس واللوكيشن في قلب الفيكتشر، محتاج اثبت الفيكتشر. طب اثبته ازاي؟ قال لك نرجع لاصل الكلام اللي انا قلته في اول شابترين خالص، تمام، اللي هو المكنة عندك شكلها عامل ازاي؟ يبقى شكلها عامل كده. ده شكل المكنة. خلاص في كمية تي سلوتس فيها محترم. طيب حلو، دي القاعدة بتاعت المكنة اللي أنا عايز أثبت فيها مين؟ عايز أثبت، ركز، الفيتشر كله اللي هيبقى عبارة بالنسبة لي في الآخر عبارة عن حتة بوكس أهو، في اللي فيه بقى مش فارق معايا، عايز أثبته على الأرض دي. عايز اثبته على الحته دي، يبقى انا هعمل حاجه بوكس كده يكون على قد الحجم ده شويه، وبوكس من هنا يكون على قد حجم الايه الدخل، وادخله جواها، صح ولا غلط؟ اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ صح، تمام. طيب البوكس ده بقى عمل لي كده، انا عملت ايه؟ لوكيشن، بس ما عملتش كلامبنج، يبقى انا فشلت في ان انا اعمل كلامبنج. اعمل كلامبنج ازاي؟ واحد يقول لي بس سهله، انت جيت في ملعبي، اجيب من تي سلوت تانية نجيب كلامبنج بليت ونثبت كلامبنج بليت من هنا كده، وتخليها تنزل على الجسم عشان تثبته. ايه يا عم اللفه دي كلها يا عم؟ هو اللي يعمل لوكيشن هيعمل ايه؟ كلامبنج. ازاي؟ بدل ما كانت دي رجل كده، هخليها ان هي عباره عن جلبه، والجلبه دي فيها شق كده في النص، هي عباره عن ايه؟ زي مجرى عشان ادخل فيها من هنا مسمار يكون مربوط بايه؟ بسلوت بس. ونفس الكلام هنا كده، تبقى مجرى وهنا المسمار داخل اهو، ومربوط هنا تي سلوت كده، المسمار ده نهايته تي سلوت، فكده عملت الكلامبنج، انتهى الموضوع. يبقى تاني هو بيعمل حاجه اسمها تينون. ايه التينون ده؟ هي فكره الجلبه اللي هي دي، خلاص، اللي هتخش جوه التي سلوت ده، التي سلوت اهو، بحيث تثبته في المكنه، ومعمول جواها مجرى بحيث ندخل مسمار من تحت بتاع التي سلوت اهو، ده المسمار بتاع التي سلوت طبعا، ده شكل المسمار، بحيث يربطها فين؟
في الجسم. ونعمل ايه؟ نعمل تنون، الحتة اللي موجودة اسمها تنون. تمام الكلام ده، فيه مشكلة؟ طيب يبقى انا عشان اعمل كلامبنج و لوكيشن بنعمل تنون. طب بعمل التنون ده ازاي اصلا؟ مش فاهم، دماغي مش جايبه يا معلم. كل ما في الموضوع، وهو برضه اهو بص مثبت زياده ب تي بلوت، تمام؟ ده بيقول لك التي بلوت اللي هثبت بيه الفيكتشر ده مش جزء من الفيكتشر اصلا، فده تي بلوت تاني هثبت بيه الفيكتشر كله على بعض. دي الفيكتشر بيز، عملت تنون، عملت لوكيشن، دي عملت لي البلوت. وخلي في علمك اي نوع مسامير هتستخدمه في الكلامبنج ما ينفعش تستخدم غير نط بالشكل ده، اخرك النط اللي هي هتبقى نفس دي بس واخد الكيرف ده. لكن لا بتستخدم حاجه اسمها كويك نط ولا سي ووشر ولا اي حاجه من الكلام ده خالص، ولا مش عارف كويك هاند نط والكلام ده كله. لا، النط اللي احنا كنا بنستخدمها ايام الجيج لما كنت بقول لك استخدم اي حاجه، واللي شكلها بيبقى عامل واخد هنا كده كيرف وبعد كده نازل لشرشره وهنا شرشره وبعد كده واخد كيرف. لا ما تستخدمهاش دي برضو. ليه؟ قال لك لان عمليه الكلامبنج هنا بتحتاج فيكسيشن عاليه جدا. الكوك نط دي بتديني قوه ضعيفه، انا عايز قوه جديده عشان تمسك الفيكتشر ما تحركوش. يبقى انا اي حاجه همسكها، وكذلك لما اجي امسك الشغلانه همسكها بايه؟ حاجات معتبره، حاجات فعلا ما تحركش الجسم. قوة بمعنى قوة، لأن بقول لك إن الخطر اللي عندك القوة جانبية، القوة أمامية، مفيش قوة كده، مفيش في الميلنج قوة. المفروض إحنا عندنا عملية ميلنج بتيجي القوة فيها من أعلى، مقلناش حاجة، بس ده في أول لحظة. لكن أنت بتلاقي مثلا لو أنت بتعمل بوكت خلاص في الجسم، ركز كده، دي جسم أهو جاي أعمل فيه بوكت، هعمله إزاي؟ هخلي الميل يدخل، الإند ميل يدخل هنا، بعد كده اتحرك كده، ادي القوه في الاتجاه ده، بعد كده اتحرك كده، ادي القوه هنا، بعد كده اتحرك كده، ادي القوه هنا، بعد كده اتحرك كده، ادي القوه في الاتجاه ده. يعني اي لحظه انا ممكن احرك الجسم في الاتجاه ده، احركه هنا، احركه هنا، احركه هنا، لو القوه مش كفايه. عشان كده في الميلنج بالذات اكد على الفيكتشر، اقعد كده بايديك واسنانك على الفيكتشر، حته التنون دي هتحطها بمزاجك غصب عنك، هتحطها عشان اثبت الفيكتشر كله. يبقى في لوكيشن معين في مكان معين في المكنه، واحط معاه تي بلوت، ما احطش دي بعدين، لكن لازم اثبت الفيكتشر. نفس الكلام بيشرح لك ان انت عندك البيز عامل لها ايه، هو عامل لها المجرى دي، المجرى دي هي اللي ركب فيها التي بلوت في البيز بتاعت مين، بتاعت الفيكتشر. عمل لها تي بلوت عشان يدخل مين، المسمار اللي عنده في المنطقة دي كده زي ما انت شايف هنا. المسقط ده لو قطعت كده من هنا ورميت نصه هيبان الحته دي كده، عشان لما اجي افك واقول لك ده احنا بنشيل دي بنطلعها لبره، برفع دي الاول وبعد كده اشيلها اطلعها لبره، تكونش مستغرب اصلا، لان التي سلوت دي ممكن تتحرك في الاتجاه ده الخارج. ليه؟ شكل المكنه تاني، بيبقى شكله عامل كده اهو. يبقى بالتالي ده شكل الفرش اللي عندي، خلاص. يبقى بالتالي انا ممكن افك المسمار واشد المسمار لبره من الاتجاه ده كده حقي، بس انا عليه، هو عليه حرف اليو ده. يبقى اول حاجه اشيل حرف اليو، ارفع الفيكستشر اللي عندي واشيل حرف اليو، وبعد كده اروح شدد المسمار لبره، انتهى الموضوع. تمام، اتفقنا، عشان بس انا باكد على الحاجات دي لان دي هتحاسب عليها. طيب تعالى بقى، في حاجه زياده كمان قلناها، ايه هي؟ حاجه مهمه جدا، هي السيتنج بلوك، ودي هتحاسب عليها برضو. هتحاسب عليها لو ناقصه في الرسمه دي ماينس كتير، حاجات يعني رقم كبير، معرفش كام الدكتور يحسبها كام، بس رقم كبير. طيب بعمل ايه؟ انا قلت لك احنا مش عايزين نخلي العامل يشغل دماغه. طيب انا عايز اعمل دلوقتي، ادي الشغلانه اللي عندي بفرض ان انا عرفت اثبتها كويس وانا راجل ممتاز وعملت فعلا فيكسيشن عالي وعملت فيكتشر ممتاز، مفيش منك اتنين، حلو تمام. جيت خليت الاند ميل هنا اهو في النص، وبقول للاند ميل اقطع. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز توب. التوب ده ابعاده عامله ازاي؟ الارتفاع ده 10 مللي، خلاص القطر هو قطر الاند ميل اللي معايا، لكن الارتفاع انا عايزه 10 مللي، حلو. من حقي هيجي العامل يعمل ايه؟ اول حاجه يجي يقيس من على الجسم ده 10 مللي ويحط علامه،
بعد كده يجي يظبط المكنه بتاعه الاند مل بتاعته، ويظبط البعد والارتفاع، وينزل من هنا ويوصل لحد العشرة مللي العلامه اللي هو عملها، ويحاول يوصل كده قريب منها او حاجه، وبعد كده يبدا يثبت المكنه ويحرك الجسم. كده العامل شغل ايده ولا مشغلش؟ شغل. يعني العامل كده محتاج يبقى عنده مهاره ولا مش محتاج؟ محتاج. ايه؟ اكيد محتاج يبقى عنده مهاره عشان يوصل للفكره دي، عشان ما طلعت زياده سني، يعني سني الشغل الفلاحين. المهم احترمنا كامل الفلاحين طبعا، احنا ام اهلنا كلهم. طيب طلعت زياده سنه قليله سنه، فديت ايه؟ فرقت في الكليرنس. تمام. طيب احنا دلوقتي عشان اتفادى الحته دي، انا اروح مجهز له هنا تجهيزه كده بالشكل ده. التجهيزه دي معموله، ثاني، التجهيزه دي معموله على اساس، طبعا الخط ده ملوش لازمه عشان بس كان زمان دكتور محمود عطا ايه بيعلقنا، والخط اللي ورا ده المفروض ما يظهرش اهو يا دكتور محمود، والخط ده تمام كده اتظبط، والخط اللي تحت ده ما يظهرش، تمام كده اتظبط. طيب التجهيزه دي الارتفاع اللي هنا ده يكون كام؟ 10 مللي. واحد يقول لي بس ده المكنه برضه هتغلط وتطلعها 9.8 من 10 هندسه. انا عايز خطأ ثابت، مش فارق معايا. لو انت عرفت تجيب واحد محترف ويطلع لي البتاع دي 10 مللي، يبقى انا ضمنت ان ال1000 قطعه اللي انا هطلعهم هطلع لهم نفس الكليرنس. طيب واحد يقول لي حاجه مهمه، طب ما انت قلت قبل كده ان السطحين دول متعامدين، صح؟ صح. انا هثبت الشغلانه فين؟ هجيب هثبت اسف الاند مل اللي عندي، هاجي اوقف القطع السكينه، هوقفها هنا وتبقى واقفه لمسه الحته دي ولمسه الارض، تبقى لمسه الارض ولمسه الجنب ده عشان تبدا صح من عند منطقه معينه انا محددها. تمام. طيب واحد هيقول لي عشان تيجي تلمسهم هتلاقي فيه فلت، لانه مش عارف يطلع لك، مستحيل يطلع لك البتاع دي كده، هيلاقي فلت فهتتزحلق. هل انا عايز الايرور ده؟ لا، انا اقدر اتفادى الايرور ده. اتفادى الايرور ده ازاي؟ اروح شايل دي كده، اعمل هنا ايه؟ ريسيس اهي اهي. حلو. طيب عشان اشيل الباقي ده طبعا مش هنعرف نشيله بالمنحاة، فهنشيله كده. كده انا التعامد اللي عندي على السطح ده، حد يقدر يقول لي ان انت التعامد ده مش 90 درجة؟ اخزق عين. ليه؟ التعامد ده 90 درجة. عارف يا زوق التعامد ده 90 درجة ليه؟ لان الحتة دي فاضية اصلا، فبالتالي انت لما تيجي تسند هتسند على الجزء ده اهي، وتسند على الجزء ده. تمام. ده بفرض ان ده الاند ميل اللي عندي قال، يعني خلاص احنا انا بعمله اي حاجه بس عشان بوضح لك احنا بنعمل ايه. بعد ما العامل يجي على السيتنج بلوك يظبط الابعاد اللي هو عايزها، يروح رابط العمود بتاع، في عمود بيبقى متركب عليه مين؟ الاند ميل. يروح رابط العمود بتاع الاند ميل ده من هنا ومن هنا، بحيث ان الحاجه دي ما تتحركش تاني لا يمين ولا شمال، ويروح قايل للمكنه اشتغلي بقى، تشتغل لوحدها، تاكل بقى مع نفسها وتشتغل. خلاص فهمت القصد؟ طيب الحاجة المهمة عشان دي هتحتاجها كتير جدا في ايه؟ لو مش فاهم أي حاجة أقول، لو عايزني أروح أرسمها على السولة، ده نعم أنا هضيع شوية وقت فيها بس عادي، أروح أرسمها لك على السولة. طيب حلو. الحاجة المهمة عشان إحنا هنقعد نرسم السيتنج بلوك دي لما نزهق، قدام منك أهو أنا راسم السيتنج بلوك المفروض في الرسمة دي، تعالى نرسمها في رسمة أحسن بخط أكبر كده. أدي السيتنج بلوك يا عم عشان محدش يتكلم. ده الرسم ال 3D، هأعمل الخطوط دي كلها مفيش ولا خط فيهم غلط، كلهم صح. تعالى بس نمسح دي كده. حلو. دي الرسمة اللي المفروض كانت هتطلع أختها على السوليد، مش أختها طبعا، خط معفن عارف، بس يعني المفروض كانت هتطلع حاجة زي دي. تعالى وقع لي المساقط بتاعة الرسمة دي. يعني إيه؟ يعني بص لي كده من الناحية دي هتطلع شكلها عامل إزاي؟ هتقول لي أه ده أنا لما أجي أبص هيطلع شكلها معدول كده، أدي خط، أدي التاني. تعالى ننزل لتحت شوية، أدي التاني، ادي التالت، ادي الرابع، ادي الخامس، واجي هنا دي هتظهر كجزء من دايره، ادي جزء من دايره وتطلع لفوق كده.
مش ده كان هيبقى الشكل بتاعها لما تيجي ترميها الناحية دي؟ تمام، تعالى بقى ارمي لي الشكل ده من فوق. هتقول لي ماشي، لما اجي ابص عليه من فوق يعني هبص من هنا هيظهر لي المربع اللي فوق ده، الجزء المربع كأنه ايه؟ مربع تحت. يعني ايه؟ يعني انت المفروض تاخد بالك، قلت لك وانت بتعمل رسم هندسي ادي بداية الرسمة نهاية الرسمة، ادي خط هيظهر عندي يبقى ده هيظهر كمربع كده هنا اهو. حلو، بعد كده الحتة دي هتظهر كمربع برضو في نهايته، فين بدايته ونهايته اهو، في مربع هنا كده، المفروض دي تبقى في نفس المحاذاة طبعا. حلو، بس عشان ايه؟ طبعا الخط ده مش موجود. حلو، ويتبقى لي ايه؟ ادي الخط ده ظهر، والخط ده ظهر لسه لي ايه؟ التعبير ده عبارة عن خط برضو. اه، بس في حاجة، في جزء من الدايرة دي في خط جوه انت مش واخد بالك منه، مش شايفه، يعني بالتالي المسقط بتاع ده عبارة عن 3 مستطيلات. انا شايف الخط ده وشايف الخط ده فعلا، هل انا شايف الحتة اللي جوه دي؟ يعني انت وانت بتبص من فوق كده في حتة انت مش شايفها، اعبر عنها ازاي؟ نعمل لها خط، نقول ادي الخط اهو داش لاين، انزل بداش لاين هنا كده، ومثلا داش لاين هنا، ايه داش لاين ده اللي هو يبقى تحت الخط، المفروض يبقى تحت الخط ده على طول، ان انت مش، لا قبل الخط، قبل اه الحته دي، الحته دي اللي مش شايفها، الحته اللي لورا، معلش انا اسف، الحته اللي لورا دي اهي، ادي النقطه بتاعتها، مش عارف لو جيت اعمل همسحها تقريبا، ربنا يستر. بص الداش لاين انا غلطت، عملته غلط، كل اللي انا عامله ده غلط اصلا، خلاص. الداش لاين ده لمين؟ الحته اللي لورا الجسم هي اللي مش باينه، مش اللي قدامه، انا عملتها غلط. الحته اللي جوه الجسم دي، الحته دي كده اللي هي هنا، المفروض هنا ده كله مستخبي انا مش شايف، فالحته دي كده انا مستخبيه مش شايف، فتعبر عنها بالنقطه دي، صح؟ النقطه دي اللي كانت هتبقى اسقاطها الناحيه اللي جوه كده، فبالتالي الداش لاين بتاعي هو خط قبل الخط ده كده، تمام؟ فاهمها دي ولا ايه؟ ده كله لما تيجي تبص من فوق ده متشاف، الحته دي كلها هتتشاف عادي، لان هتقف لحد هنا فمتشافه، الحته اللي ورا الجسم ده هي اللي مش متشافه. قواعد رسم، تمام، ولازم تبقى بنفس البعد. الكلام ده فيه مشكله شوقي؟ بالله عليك ما تعدينا، عشان ايه؟ انت المفروض بعد منك هيجي الناس اللي هم بتوع اللي هيتفرجوا على الفيديو والجو ده، فانت شوف لو في مشكله قول لي في مشكله. طيب هو بيقول لك بقى ببساطه، هو دي الفكره اللي انا عمال اشرحها، ان التول سيت هي عباره عن السيتنج تول دي اللي شكلها اهو، ادي المسقط بتاعها، طبعا هو مزود ان في هنا حته مش فارقه، مش مهم يعني، مش ده، مش دي المجاز اللي عندي، هي الحته دي بالاهم، وبعد كده نبقى نشوف الحتت اللي معموله ايه، حته زياده من تحت مش عارف، دي مش فارقه. ويروح جاي يقول لك انا بظبط الايه، الكتر بتاعي تقف تبقى ممثل الجسم ده، ممثل الجسم ده من الجنب اهو، وممثل الارضيه دي. ليه بيعمل كده؟ عشان ما يروحش العامل يشغل لي دماغه ويقول لي اصل انا يا عم انت محتاج بعد 3 مللي ولا محتاج تفرز السطح ده، لا انا مش هتشغل، انت مش هتشغل معايا، مش هتشغل من دماغك. نفس الكلام لما يكون ايه، جانج ميل، بس في لما يكون، اسف دي مش جانج، دي استرادل، لما يكون استرادل، بس الاسترادل هل انا محتاج ان انا اظبط الاثنين ولا اظبط واحده بس والتانيه كده كده هتظبط معاها؟ الاسترادل او العمود ده المسافه بين دي ودي كده كده ثابته ما بتتغيرش، فكده كده كل على ان انا اربط بس العمود، بيبقى في مسامير هنا بتربط العمود تمنعه من الدوران او الحركه، فكل على ان انا اربطه بعد ما اثبت واحده فيهم، والتانيه انا عارف بعدها بالنسبه للاولى كام، يبقى انا كده عرفت بعد الاثنين ولا واحد، عرفت بعد الاثنين. طيب السيتنج بلوك دي واحده من اهم الحاجات اللي بتتحط في الفيكتشر، هل هي بتتحط لوحدها العامل برضه له حريه ان هو يحركها ويجيبها يمين وشمال، ولا لازم اثبتها في الفيكتشر؟ لازم تثبتها في مكان معين في الفيكتشر. يبقى انا ما ينفعش واحد يجي من دماغه كده يقول لي ايه انا هحط السيتنج بلوك في اي حته، لا يا معلم مش بمزاجك، انا اللي حاططها برضه في الحته دي مش هتغير. فبنحط مسمارين عكس بعض للتثبيت، هل ينفع كنت احطهم في مكان واحد في التثبيت؟ اه ينفع، بس هل ده احسن حاجه؟ لا. طيب تعال نشوف نكمل، طبعا مسمارين عكس بعض التثبيت هم دول، دول بتوع التثبيت اصلا، معلش انا اسف، دول كده اللي بتوع التثبيت. طيب عايزين نعمل لوكيشن، احنا بنعمل حاجات للتثبيت وبنعمل حاجه، عايز اصلا في الاول خالص انت عايز تعمل لوكيشن قبل التثبيت، انت عايز تحطها في مكان معروف، تمام؟ عايز اعمل لوكيشن،
يبقى كان لازم يبقى في بوست الناحية دي مثلا على الحتة اللي الحتة دي هي دي بس مسقطة من فوق. ركز اهي، بص ده القاعدة اللي انا بقول لك عليها، ادي واحد ادي التانية، المفروض يبقى في ايه خط داش قبل دي، تمام، ادي التالتة ادي الرابعة حلو وادي الخامسة، فدي هي هي اللي فوق. طيب يبقى كل اللي عليا ان انا كان لازم يبقى في هنا مسمار ويبقى في عكس منه مسمار تاني، او يعني مش مسمار اللي هو بمعنى مسمار اللي هو يعني بن كده عشان يدخل الايه الجسم فيها، عشان اروح مدخل السيتنج بلوك اللي هي الفتحه دي من الناحيه دي والتانيه الناحيه دي تظبط الاداء. طيب وانا بعمل اللوكيشن، ركز بقى، ينفع اعمل اللوكيشن الاتنين يكونوا في نفس الاتجاه؟ غلط، اللوكيشن لازم واحد فيهم يتثبت من ناحيه والتاني من الناحيه الابعد. يعني ايه من الناحيه الابعد؟ يعني انا عندي اربع اختيارات، ثلاث اختيارات، اثبت اللوكيشن الاول اهو ثبته خلاص، ده كده كده بيتثبت من اي حته مش فارقه، التاني احطه هنا ولا احطه هنا ولا احطه هنا؟ احطه في المسافه الابعد. من المسافه الابعد الوتر اللي هي دي. طيب واحد فيهم اعمله دائم والتاني ممكن اعمله سكندري عادي، دي مش فارقه، هو عملها الاثنين ايه دول فمش فارقه برضه، تمام. اهم حاجه انا اكون عامل حسابي على التثبيت وعلى اللوكيشن وان ده مش هيتحرك من على الفيكتشر. يبقى انا كده انت محتاج لوكيشن وكلامبنج لمين؟ تعالى ارجع، عندي محتاج لوكيشن وكلامبنج للورك بيس في الفيكتشر، لوكيشن وكلامبنج للفيكتشر في الماشين بودي، لوكيشن وكلامبنج للسيتنج بلوك في مين؟ في الفيكتشر برضه، تمام؟ فهمت الفكره؟ دي كده الافكار العامه اللي احنا بنتكلم ايه، بنحسس من بره لحد ما نفهم جزء، احنا فهمنا جزء جزء، عايزين نفهم ده كله. طبعا يبدا يقول لك بقى اللوكيشن اللي عندي الميلنج فيكتشر لازم يكون فيري ريجد وشويه حاجات ما بتجيش كده كده، فالمهم هي حاجات هنعرفها واحنا بنشتغل. طيب تعالى بقى نقول ان هو وهو بيثبت انا عايز دلوقتي اعمل كلامبنج لشغلانات كتير. طيب عشان احسن حاجه او اشهر حاجه احنا عارفينها بتعمل كلامب هي الفايس. الفايس من اشهر الحاجات اللي بتعمل كلامب. شكل الفايس بيبقى عامل ازاي؟ شكل الفايس بيبقى عامل كالاتي، ادي الجسم اهو موجود على اداه، ده الجسم بتاع الفايس، ده الفك الثابت خلاص، وفي على فوق منه كده هنا في مجرى معين، تمام، في فك متحرك ومربوط بمسمار عن طريق بتاع اللي هي بتدور دي، ده شكل الفايس صح ولا انا غلطان؟ صح. فبيجي الفايس ده يروح عامل ايه، زانق على الفايس ده يمسك الحاجه في النص ايا كانت الحاجه دي شكلها عامل ازاي، فيجي يقول لك لا انا عندي سبيشال فايس جو. يعني ايه سبيشال فايس جو؟ يعني انا هاجي على الجو الفك سواء الثابت او المتحرك ده هبدا اعمل فيه شويه تعديلات، يعني بدل ما هو شكله كده مثلا اخلي شكل الجزء ده اخليه شكله عامل كده، اروح جاي مركب عليه، هو حتى ما بيع يعني مش بيروح عامل ايه، ما بيتعبش دماغه ويروح يشكل الفايس كلها، لا هيجيب حته كده ادي اربع مسامير يعملهم هنا ويروح جايب حته باده، الباده دي البدا دي اللي بتبقى حاجة حديد أصلا شكلها يبقى عامل كده. أنا بحاول أرسم عشان الناس تتخيل، فشكلها يبقى عامل كده شكل البدا اللي هو هيركبها، واللي هيركبها ازاي؟ هيركب هنا من الأربع مسامير بتوعه، ده شكل البدا. فتمسك حاجة شكلها عامل كده، لما تيجي تبص على المسقط ده من فوق هتلاقي نفس الإسقاط ده خلاص، اللي هو أنا لو مديت دي كده وعدلها أنت بقى خلاص هتطلع نفس الحاجة اللي أنا بقولك عليها. طيب دي مهمتها ايه؟ تمسك حاجة شغلانة اهي، الشغلانة اهي، ادي الشغلانة اللي هي عايزة تمسكها. فانا عدلت شكل الفايز بحيث يمسك شغلانة معينة، ده اسمه سبيشال فايز جو. طب الحاجة التانية وركز عشان دي بتيجي في اسئلة الايه؟ الكوريكت كتير، تمام؟ طيب الايرور تمام، يجي يقول لك انا عندي ورك بيس اهي يا عم ماشي، بس انا عايز الورك بيس دي تتمسك من جوه شويه، مش عايز احطها في قلب الفايس، فعمل لها تعديل معين ان شكل الاتنين جو بتوع الفايس بقى شكلهم عامل كده. سيبك بقى من المسمار اللي في النص ده، احنا عايزين ايه، هنتكلم على فايده المسمار ده في بقى، ده شكل الاتنين جو وده المتحرك وده الثابت. لو تاخد بالك اصلا هو ما لعبش في الفايس الاساسيه، واحد يقول لي ازاي؟ هقول له اهو ادي الفايس الاساسيه عم، ادي الفيكس جو بتاعها وادي السلايدنج جو بتاعها، هو حط باد من الحديد او من اي نوع عليها بحيث يعدل فيها. طيب وبعدين يا ريس عمل ايه؟
جه قال لك احنا مسكنا الشغلانه اللي انا عايز امسكها، جزاني الله خير. وبعدين يا حبيبي حط حته مسمار عشان يبقى جايدنج، يبقى دليل. اكبر غلطه في المسمار دي هي ان انت تحط المسمار ده يكون سطح الباده دي، سطح الفيكس جو، السطح ده يكون ماسك المسمار ده من هنا كده، يعني يكون شكل البتاع كده. ده غلط. ليه؟ لان لا قدر الله لو الشغلانه طلعت قصيره مثلا، خلاص، لو الشغلانه كبيره، اسف مش قصيره، الشغلانه كبيره شويه عن كده او قصيره شويه عن كده، انت مش عارف، لا قصيره، هي قصيره، لو الشغلانه نص دي هنا كده والبتاع ده فعلا طلع كان ده اخر، هل الفايس ده لما يجي يتحرك هيعرف يزق الجسم؟ لا. فبالتالي الشغلانه دي عمرها ما هتتمسك، لان اخره الفتحه دي، هو اخره الفتحه دي. تعال اما نعملها بالابيض عشان نبين اكتر. تمام، ثانيه يا جدعان، احنا اهي سيبك من الشغلانه دي، ادي الورك بيس كلها انساها. لو كان ده، انا بقول لك ان دي اخر الفايس، دي مش الفايس، مش هتعرف تجيب اقصى من كده، ده اخرها. اقعد زق سنتين، طول ما دي ماسكه في دي كده مستحيل هي تتزق، مش هتتزق، خلاص وقفت. بس الشغلانه اللي عندي حجمها عامل كده، يبقى انا كان لازم اسيب فتحه عشان حجم الشغلانات المتباين اعرف امسك بايه، اعرف امسك الفايس، تعرف تمسكه لي. تمام، تعرف تمسك حجم الايه، الشغلانات اللي انا عايزها. خلاص، يبقى من اكبر الاخطاء هتلاقي دي غالبا، ما اعرفش لو بيجيب اخطاء تاني، ممكن ابقى افتح الاسئله بتاعت الاخطاء واشوف ايه بيكون، ايه محطوط فوق يعني كده. ايوه ماشي. المهم ان انت ايه، ادي الجسم اللي عندك اهو، ده الشكل الاساسي. طيب بعد كده عندي برضو من ضمن السبيشال جود دي، دي الفكرة اللي هي الأساسية اللي أنا كنت بنقول عليها، ودي الحاجة اللي هي اتكلم عليها فوق، اللي أنا كلمتك عليها. ده نفس الكلام، ده المسقط أهو، عدل التعديلة بتاعة البادة دي، ده التعديل تاني بتاع الجو، نفس الكلام، ما بيتجددش يعني. و دي لو أنا عايز أعمل إيه، لوكيشن للجسم اللي أنا بمسكه، لوكيشن للجسم، الجسم اللي أنا بمسكه فين، في جواه ثقب كده، خلاص من هنا أهو، معرفش حتى هو فين بالظبط، اعتقد هو ده، مش محدد هو فين بالظبط يعني صراحه، بس اعتقد هو ده، وفي ثقب جوه، فانا عايز امسك، عايز اثبت الجسم ده يبقى ماسك في حته معانا ما يتحركش منها، عشان لو هعمل ايه، الميلنج على السطح اللي فوق، فيبقى عندي لوكيتور كمان. طيب الحاجه الاخيره، ادي جسم الشغلانه اهو، ده جسم الشغلانه، ركز بقى، ده جسم الشغلانه اهو يا معلم. بعمل ايه، جسم الشغلانه ده في فتحتين، فتحه هنا وفتحه هنا. عمل ايه هو الباشا، راح جاي عامل، بص انت شفت شكل جسم الشغلانه، خلاص جه عمل فيرست لوكيتور، جميل جدا، ده عشان يثبت الشغلانه من ناحيه، حلو، انا موافق على الفيرست لوكيتور ده. قال لك بس الشغلانه فيها فتحه كمان، فممكن تدور يمين او شمال، فانا عايز اعمل ايه، سكندري لوكيتور. فلما جه يعمل السكندري لوكيتور، ركز، انا قلت لك قاعده ثابته، لما جه يرسمها، بص تبص على المسقط ده من الناحيه دي، هي المسقط ده، يجي يعمل السكندري لوكيتور، ادي الفيرست لوكيتور، الفيرست لوكيتور هيكون هنا، تمام، الفيرست لوكيتور هيكون هنا جوه الشغلانه. السكندري لوكيتور الجسم ده هيدور ازاي، هيدور حوالين الفيرست لوكيتور، صح، يبقى اتجاه السكندري لوكيتور يكون شكله عامل كده، لو رسمته غير الاتجاه ده ماينس. ليه تاني، السكندري لوكيتور بيكون في اتجاه المماس للدايره اللي بتدور حوالين الفيرست لوكيتور، عشان يمنع الحركه بتاعت السكندري لوكيتور، الهدف ان انا امنع الحركه دي الدورانيه دي، فطالما عايز امنع الحركه الدورانيه دي، مجرد ما احط شكل السكندري يكون مماس للدايره اللي نص قطر اللي اسف مركزها هي الفيرست لوكيتور، يبقى انا كده منعت الحركه. لكن لو كان شكل الفيرست السكند لوكيتور كده، هيجي الجسم ده يلف، هيلف عادي على فكره، هيحصل له اهتزاز، هو مش هيلف اللفه الكامله، بس هيحصل هزه كده فيه، وانا مش عايز يحصل اي اهتزاز، مش عايز يبقى فيه رفه، تمام، عشان ما تعملش ايه، خطا، ده خطا اقدر اتفاداه، واحد يقول لي ما في 100 خطا تاني، لا، هو في اخطاء معينه اقدر اتفاداها، في اخطاء لا مش بمزاجي بقى، مهما حاولت اعمل ان البتاع ده يبقى الارتفاع السيتنج بلوك مثلا، مهما حاولت تعمل ان البعد ده يبقى 10
مش هتجيبه يعني مش هتجيب 10، ما فيش حاجه اسمها 10 10 يعني، هي معروفه 10 يبقى موجب او سالب 5 من 100. مش دي ايرور؟ مش دي نسبه ايرور اصلا؟ دي نسبه ايرور. كل اللي انا عايزه ان انا اثبت نسبه الايرور اللي عندي تبقى في رينج معين اقدر اتحكم فيه، في كنترولنج رينج. تمام؟ طيب ايه؟ جميل، حلو. استنى اشرح المثالين وكده الموضوع يبقى انتهى. طيب المثال الاول، ادي الشكل اللي عندي، ركز بقى. انا هشتغل على ايه؟ هشتغل على حاجات شكلها 2D، يبقى انا هشتغل على حاجات شكلها مساقط مش الرسمة، فاعتبر ان انت مش شايف الرسمة دي. شيل الرسمة دي، انت هتيجي في الامتحان هو مديك الشكل ده مثلا، هعمل ايه؟ انا عايز اثبت الشكل ده بدماغك كده في الثري دي. انا عايزك ايه توريني ايه اللي هو تمام، انا هشغل دماغي ازاي في الثري دي. في الثري دي انا عايز اثبت اول حاجه، انا عايز احط البتاع دي على الفريم. ماشي، هنحطها لك على الفريم، مفيش مشاكل، حطيناها على الفريم اللي هو تحت منه. طيب ايه اللي يعمل لوكيشن للبتاع دي؟ انا عندي فيه 4 سلوت اهم، اللي انا محتاج اعمله عمليه الميلنج بتاعت الجسم اللي جوه ده، سواء هعمل فينش او انا هعمل الميلنج ده كله، سواء هعمل فينش او هعمل الميلنج ده كله مش فارقه بالنسبه لي. هعمل ايه؟ اقول له تعالى اول حاجه انا عايز اثبت يبقى في لوكيتور هنا ولوكيتور هنا. واحد يقول لي انا هثبت كده، واحد تاني يقول لي لا ده انا هعمل شكل. ادي بص، ادي الفيكشر اللي عندي اهو، هعمل فيه حفره بالمربع ده. ده غلط ولا صح؟ ده ممتاز، بس عشان تبقى فاهم الحفرة اللي بحجم المربع اللي انت عايز تعمله ده مالها، بيبقى فيها نسبة ايرور عالية جدا، لان انت محتاج الابعاد تبقى دي كام؟ 50 مثلا في 40، يبقى محتاج هنا 50 في 40. مفيش حد هيطلعها لك 50 في 40 عمره، هتطلع هنا فيها نسبة ايرور وهنا فيها نسبة ايرور. عشان كده احسن حل ايه؟ ان يكون عندي لوكيتور، بما ان في تقوب عندي اروح مستغلها ان انا اعمل ايه؟ لوكيتور وسكندري لوكيتور. طيب وبعدين هل انا برسم وانا برسم هرسم له البتاع في الثري دي ولا هرسم له مسقط؟ هرسم له مسقط. طب ارسمه ازاي؟ تروح تسقط لي الاول دي شكلها في الثري، في التو دي عامله ازاي؟ اسقطها لي من فوق كده، بص عليها من فوق، تعال نبص عليها من فوق، هيبقى شكلها عباره عن مربع. المربع ده فيه 4 دوائر، طبعا انت بترسم بقى بمسطره وبتاع وظابط حالك، تحاول تجيب منقله ولا حاجه ولا برجه لازم. طيب ساقط فيه، ادي مربع كمان ومربع كمان، يبقى في مربعين هنا كده ومربع هنا اهو ومربع في النص ما بينهم، طبعا مش عارف اجيبها اهو. ده الشكل، اه ده الشكل. يبقى انا وانا برسم كده هنا في اللوح اهو، ده الشكل بتاع الفيكتشر مثلا اللي هو القاعده بتاعت الفيكتشر كلها. اروح جاي اقول له ده انا عندي جوه القاعده بتاعت الفيكتشر، ادي الجسم اهو اللي فيه تو التاني التالت الرابع، وعندي مربعات شكلها كده، ده المسقط بتاعي، ده فعلا المسقط بتاعي، ما عنديش حاجة تانية. بكبير ان انا لما اجي ابص من فوق الحتة دي تبان، فيبقى افتح دي واسيب دي. ده اقصى حاجة، ان الحتة اللي على الارض دي كده يعني هتترمي هتبقى زيها، يعني اللي هو ايه، هيبقى الشكل عامل كده خلاص. يبقى ده الشكل اللي عندي، ودي مقفولة طبعا عشان في الآخر في خط ورا، لأن مفيش هنا فعلا خطوط، لما تيجي تبص من فوق مفيش خطوط هنا. يبقى ده الشكل اللي عندي، حلو. عرفت أمثله؟ بعد ما أمثله أعمل هنا في لوكيتور سكندري لوكيتور، أعمله إيه؟ جولي. واحد يقول لي مش باين، يا تاخد سيكشن وتروح تبينه، يا تعمل إيه؟ يا يبان في مسقط تاني، في المسقط التاني وأنت بتبين المسقط. تعال نشرح عليها زي ما شاء الله مسح بالابيض ده كله تاني. تعالى تاني اهي، بص ادي الشكل اللي عندك. اتمنى اكون شايفها صح. لا مش دي، ثواني، ده شكل الشغلانه اهي. اه ادي الشكل اللي عندك خلاص. لا هي اللي بره صح، هي اللي بره دي فيها 4 طوب. ادي اللي بره
اهي اللي بره دي، ده شكل الشغلانه، فيها الاربع طوب اللي عندهم ايه. تمام، وجه بس هو غلط اعتقد في المسقط، المفروض ما تبقاش ممتده كده، عشان كده كنت عاملها زيه، عشان انا كنت مراجع قبل ما. المهم يعني قال لك الرسمه ان في ادي الخطوط اهي اللي هيتعمل فيها الميلينج جوه الايه، جوه الشغلانه اللي هي دي. انا محدد اللي بالاسود ده هي شكل الشغلانه، اعمل ايه؟ بص فيرست لوكيتور دايمتر لوكيشن بين، خلاص يا اما تعمل فيرست وسكند لوكيتور، يا اما هو عاملهم هنا ان الاثنين بين مشاور عليهم. انت مش هتشاور كده، مش من حقك تشاور في الرسمه على فكره، ده اللي الدكتور قال. انت هتعمل كمان دايره كده خلاص، وتروح كاتب له في جدول، تروح جايب له جدول كده تشاور ان هنا دي مثلا واحد، وتقول ان واحد دي فيها كذا، فيها لوكيتور اللي هو بين لوكيتور، بين لوكيتور وسكندري اللي بين لوكيتور وهكذا، او تعمل ان هما اتنين بين عادي. طيب بعد كده عايز اعمل كلامبنج، امسك الشغلانه دي ازاي؟ ده احنا لو في الثري دي كان زمانك بتقول لي انا هحط بلاطه من هنا في الوسط بين الايه التوبين دول، وبلاطه من الناحيه التانيه، تعملها لي في التو دي بقى، اسقط البلاطه اهي، ده مسقط البلاطه وعليها ايه دايره، وجواها هكسجنال، ان انا ايه بمسك بيه مسمار، او المسمار والفلانشل، المسمار والنط اللي عندي معروف ان هما يبقوا اوكسجونال، عشان انا عايز اثبتها ما تتحركش، ما تتحركش معنى ما تتحركش، يبقى انا كده قدرت اثبت الايه الشغلانه. طبعا فيها مجرى، البليد ذات نفسها ليها مجراها اللي هو الكلامبنج بليد. طيب وبعدين عايز اثبت دي كلها خلاص، ان يبقى ايه، ان يبقى اسف، عايز احط لها سيتنج بلوك عشان يقطع الجسم ده. احط سيتنج بلوك ازاي؟ طبعا اول حاجه انا راسم اصلا الفريم بتاع مين، بتاع ال، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو الفيكسد الفيكتشر، الفريم بتاع الفيكتشر ذات نفسه انا رسمه ايا كان شكل الرسم. طبعا انت في امتحان ارسمه بالشكل ده، احفظه ثبته بقى، هو ده شكل الايه الفيكتشر. وعامل ليه خطين عشان الحته دي موجوده في الجزء اللي تحت بس، يعني بص هو الفيكتشر بيبقى كله على بعضه، بلوك على بعضه كده اهو، في نهايه البلوك كده يروح حاطط ايه حته كده. تمام، والناحيه التانيه نفس الكلام، ده في نهايه البلوك بس. طبعا انا عاملهم قد بعض مش مشكله، اعتبرهم قد بعض. تمام، فايه دي في النهايه، فلما تيجي تسقطها تبص من فوق هتلاقي فيه الخط ده منطبق على الخط ده فعلا، يبقى انا فهمت ان في تشفيته هنا، في بعد بين الاثنين. فاهم حاجه من اللي انا بقوله ولا ايه؟ ده رسم اللي انا بقوله، ده رسم. طيب بعد كده اروح حاطط جوه الجسم، انا عايز سيتنج بلوك كمان تظبط البعد ده، اروح حاطط له سيتنج بلوك. طيب السيتنج بلوك فين؟ اهي يا عم. طيب تعمل لها ايه؟ اعمل لها اربعه توب، توبين لللوكيشن، توبين اسف للفيكسيشن اللي هم دول، وتوبين لللوكيشن. طب السيتنج بلوك ذات نفسها قلت لك عباره عن، لما تيجي تبص لها من فوق السيتنج بلوك عباره عن دي مربع جنب منه مربع اسف، وفي مربع هنا في النص ما بينهم، ايا كان المفروض شكلهم يبقى ثابت، يبقى هي عباره عن ثلاث مربعات، ده عملها مربعين بس هو غلطان، معلش اعملها انت ثلاث مربعات. طيب وبعد ما اعمل الثلاث مربعات اروح جاي، ده المربع دوت اللي هو اول واحد قابلته، في ورا منه حته الايه الريسس. تمام، يبقى انا ظبطت حته الريسس، فكده عملت مين؟ عملت الفكره بتاعت السيتنج بلوك، رسمتها كتو دي. هل ناقصنا حاجه في المسقط ده؟ لا، المسقط ده المفروض ما يبانش فيه اكتر من كده، ده اخرك. طيب ايه اللي بس اللي هو بيعمله؟ عمال انا شايف داش لاين تانية كتير صراحه، يعني ايه شايف دي في داش لاين ورا كده هنا اهي، ده عباره عن ايه الداش لاين اللي ورا دي اللي هو عاملها دي، دي عباره عن ايه؟ اروح مادد كده اكتشف ده بيناظر ال بسم الله الرحمن الرحيم اللوكيشن اللي هو مش لوكيشن، لا لحظه، بيناظر ان في حاجه تحت في الشغلانه اللي هي هتبقى التنون، بيناظر التنون اللي هيبقى تحت ده التنون اهو. طيب التنون ده بيعمل ايه؟ التنون ده مهمته اللوكيشن، ومين اللي هيعمل لي الكلامبنج؟ هثبت في التي سلوت بالاثنين دول. طيب لما اجي ابص على البتاع دي من الجنب، احنا عملنا الرأسيه دي لحد ما كويسه، معرفتش تعمل الداش لاين، ما جاتش معاك بفرض يعني، طنش.
يعني هتتخصم منك طبعا درجات، بس عادي انت مش هتعرف. قلت لك كده كده محدش فينا في الرسم في الحتة دي، طالما انت اصلا احنا ايام الرسم كنا معدين ابحاث تقريبا، مش ابحاث يعني، عديناها اللي هو عشان دكتور الله يبارك له عشان ما نسهلوش، تمام. فهتيجي هنا ترسم المسقط الجانبي، المسقط الجانبي من ده ارسمه ازاي؟ انا رسمت المسقط العلوي وفهمت كل تفصيلة فيه، الجانبي المفروض وانا ببص على البتاع دي من الجنب، او هو من هنا اسف من الامامي، ده كده الامامي، الحته دي الامامي على فكره، خلاص. وانا ابص على البتاع دي من قدام هيظهر لي ايه؟ هيظهر لي انا عندي كلامبنج بليت اهي، ده شكلها متوصله طبعا ببن، متوصله بالهيليكس، في هنا نطه اهي، ادي شكل النط. هل النط دي كويك ولا بتاع؟ لا دي النط العاديه اللي احنا بنربطها، عشان انا عايز اتاكد من قوه البتاع ده جدا. ماسكه فين؟ ماسكه في جسم الشغلانه، ماسكه في الجسم بتاع بتاع الشغلانه، ولا ده سيتنج بلوك اصلا؟ هو المفروض ان ده شكل السيتنج بلوك، الشغلانه اهي، دي الشغلانه، لا ماسكه في جسم الشغلانه، صح ماسكه في جسم الشغلانه، تمام. ادي الشغلانه ماسكه في الجسم البتاع اللي عندي، ماسكه في جسم الشغلانه، تعالى كده، ادي جسم الشغلانه اهي، بص دي مين؟ الكلامب، لان انا ما عملتش كلامب غير لجسم الشغلانه فعلا اهي. طيب الناحيه التانية نفس الكلام، يبقى انا عملت الاتنين دول ايه؟ دول مسقطين، لازم ترسم مسقطين. يعني اعتقد في الحته دي بالذات عشان تبين مثلا حاجه زي التنون، التنون ده مش واضح، مش باين هنا، فانا عايز ابين ان في تنون، ابينه ازاي؟ لازم ترسم المساقط اللي تخلي الرسمة انها شاملة. واحد يقول لي مش هرسم المسقط التاني، هتنقص عادي يعني، الموضوع كله ايه، في كويس هتاخد درجة، مفيش هتنقص، وهكذا. فانت عندك جسم، ادي الايه الكلامبنج بليت الناحية دي، الكلامبنج بليت اختها، وادي الرسمة بتاعت الايه الشغلانة زي ما قلت لك، وهو راح حاطط السيتنج بلوك. بص لما تيجي تبص من الجنب، من الفرونت من هنا او من الناحية دي كده، المفروض البتاعة دي طالعة لفوق كده، حط الفرونت بلوك، هو يعتبر بيبص، للاسف الطريقه بتاعته مش فاكر الدكتور كان قال عليها، بيبص من الناحيه دي، بيبص، هو يعتبر بيبص من الناحيه دي وبيرمي، يعني هو بص الناحيه ده اهو، يرمي لورا، ما اعرفش ازاي يعني، ما شفتهاش قبل كده صراحه ان حد يبص على الجسم من الاتجاه ده ويرميه لورا. فهو بص من الناحيه دي، لا اول حاجه سيتنج بلوك اهو، راح راسم السيتنج بلوك كسوليد بارت، جسم الخطوط بتاعته سوليد، حلو، وراح حاطط فيه الجزء بتاع الجزء اللي بعد منه اللي مخط اللي مغطي عليه مين؟ هو السوليد، اسف السوليد برضه مغطي على الشغلانه، راح حاطط في الشغلانه اللوكيتور واللوكيتور التاني جوه الشغلانه بقى، يعني مبين اللوكيتور قوي عشان يظهر ان جوه الشغلانه واللوكيتور ده، فدول جوه الشغلانه، لكن السوليد بارت الاساسي بتاع مين؟ بتاع السيتنج بلوك. حتى لو جيت تبص على مساقط الخطوط، ولازم تركز وانت بترسم الجسم التاني، لو جيت تركز اول حاجه، لو جيت تعمل اول حاجه اهو، الطول ده يطلع نفس الطول ده، تيجي تبص بقى ارمي دي كده، هي دي فين؟ دي المفروض، معلش خط مال من نهايه دي، فدي كده ادي بدايه مين؟ السيتنج بلوك اهو، نهاية السيتنج بلوك هنا، تمشي كده تلاقي لو عملتها بمسطرة، لو انت معاك الورقة وعملتها بمسطرة تطلع هي هي بالظبط. طيب يجي على دي، امشي كده، باينة اهو ان هي مش دي، مستحيل تكون دي، خلاص. فهي مين؟ هي اللوكيتور ده، واللي تحت هي اللوكيتور ده اللي هو المفروض سكندري اللوكيتور زي ما انا قلت لك عليه، اللي هو بص، هو لو جيت تبص بقى تركز هتلاقي ده جوالري شكله عامل كده، عشان الجسم هو المفروض انا مثبت في الفيرست لوكيتور اهو، تعمل نص قطر، ارسم دايرة، يبقى انا هعمل مماس للدايرة دي بالوايم كده، مش محتاجة ايه، مش هترسم نص دايرة بجد او جزء من دايرة بجد، بالوايم ان ده يبقى ايه موازي، فده السكندري لوكيتور، راح اعمل له السكندري لوكيتور مبينه هنا اهو. يجي انا عايز، انا ناقصني ايه؟ الجسم ده لازم يكون فيه تنون. طب ايه اهمية التنون؟ انه قلنا هيعمل لوكيشن، فاروح موريك شكل التنون اللي موجود في الجسم من تحت. طيب هل في تنون واحد؟ لا، ده الجسم ده المفروض ان هو ممتد كده وفي كذا تنون ورا بعض، فمسقطهم بالشكل ده، وهو عامل مجرى ليهم بالشكل اللي انت شايفه، اللي هي دي المجرى، يعني ده شكل المجرى اللي تحت،
اللي المفروض هيتركب فيها التنون، تمام؟ طب ليه بيتحط التنون؟ عشان يعمل لي لوكيشن للفيكستشر كله على بعضه جوه المكنه. هل انا قلته ده في حاجه صعبه مش فاهم اي حاجه فيه؟ ايه صعب، صعب ترسمها؟ انت بتقول ايه؟ قلت صعبه ايه في الاول؟ اه صعب بس مفهوم باذن الله. طيب الحاجه التانية، المسمار ده، المسمار ده لو جالك وما طلبش منك انك تعمل اكتر من مجرى، ليه مش اكتر من مسمار؟ ما تعملش غير مسمار واحد يا عم، انت ما عليكش ذنب. طب المسمار ده هيتمسك ازاي؟ اه اول حاجه، انا المسمار ده الجسم بتاعه ماله؟ دائري. ممكن امسك الجسم الدائري ازاي؟ واحد يقول لي هعمل له تجهيزه بالشكل ده، مش احنا قلنا الفايس ممكن نعمل فيها تجهيزه؟ طب وعلى ايه يا عم الفي بلوك بتمسك اي جسم دائري؟ يبقى انا امسك المسمار ده ازاي؟ اه ادي المسمار اهو، خلاص ادي جسم المسمار، اروح جاي بي فايس تمسكها لي منين؟ المفروض يمسك لي جسم المسمار من هنا، فلما تيجي تبص على المسقط الجانبي هيكون بالنسبه لك عباره عن كده، لان المسقط الجانبي مش هيبان الايه الفي بلوك، هيبان بس تيجي عند النقطه بتاعت الفي، كان المفروض يبقى فيه في، فتيجي عنها تعمل خط داش كده، خط داش كده، صح؟ مش ده اللي المفروض يظهر؟ ده اللي المفروض يظهر جوه الفي بلوك، او المفروض كمان بالظبط اللي يظهر الفي بلوك هتضغط على المسمار فيبقى شكلهم من هنا كده، شكل الفي بلوك جانبيا كده، وفي جزء منها هيقفل دي اللي ده هيبقى خط جزء داش، بس مش هينفع المسمار نعمله جزء داش، والجزء اللي بعده كده اللي هو انت لو قطع المسمار، لو قطع المسمار يعني بجد بقى خلاص اهي ده الشكل اللي هيظهر معاك، لو قطعت المسمار هيبقى دوت الشكل، لا دوت هيبقى الشكل اهو طالع كده، ونفس الكلام الناحية التانية. ايه طيب، طبعا المفروض السطح ده يبقى لامس السطح ده من تحت، يعني المسمار يبقى مبيت على الجسم اصلا، ما ينفعش يبقى متعلق كده في الهواء. طيب الكلام ده تعالى نفكر فيه بس في البلان، في المسقط، اقول له المسقط بتاع البلان هعمل دايره، الدايره دي جواها مجرى. الحته المهمه بقى، هل الجسم الفي بلوك اللي هيظهر من فوق كفي بلوك بقى فعلا في المسقط الراسي، هل الفي بلوك ده هيظهر يمسك، المفروض ان هو بيمسك الجزء بتاع الدايره اللي فوق ولا الدايره اللي تحت؟ يبقى انا المفروض اعمل دايره تحت، صح؟ تظهر كداش لاين، واروح مركب عليها مين؟ الفي بلوك، بالظبط كده، برافو عليك، خلاص ايا كان شكلها يعني، بس بوريك ايه المفروض يبقى الشكل عامل ازاي. فلما تلاقي الفي بلوك شكلها عامل كده ما استغربش، ده الطبيعي، ده انت المفروض اصلا الحته دي كلها تتعمل داش عشان دي مش هتظهر، هيبقى المسمار فوق منها، راس المسمار فوق منها، والباقي يبقى ظاهر عادي. يبقى لما اجي ابص عليه هنا الاقي، بص ادي المسمار اهو الرئيسي، جوه منه دايره تانيه اهي، بعد كده الفي بلوك معشق على الدايره التانيه مش على الدايره الاولى، واروح جاي لو انا عندي مسمار واحد هقفل بمين؟ لو انا عندي مسمار واحد بس هقفل، طبعا هي دي برضو الجزء الثاني هيقفل على الدايره من تحت، فتلاقي هو بيقفل حاطط ان ايه، شايف الداش لاين ده دايره كبيره، ما تتخدعش في دايره كبيره عشان دي دايره ده، وانا لما بمسك من تحت على الدايره الصغيره، فاقفل على الدايره الصغيره، يبقى انا كده حبست الدايره الصغيره. ده المفروض لو انا هرسم جسم واحد بس. طيب الفي بلوك دي الجزء ده ستيشنري، الجزء ده ثابت، الجزء ده اعمل له يد انه هيتحرك، لو انا هعمل الرسمه بمزاج انا هروح موقف البتاع لحد هنا واعمل يد انه بيتحرك، يعني ايه؟ يعني هعمل جزء من المستطيل ده اهو، ادي المستطيل، اسف، ادي المستطيل اللي عندي، تمام. وبعدين يا ريس تيجي تعمل لي في بلوك هنا اهو، ادي الفي بلوك، وتروح عامل لي ايه الدايرتين اللي انا قلت لك عليهم، الدايره الصغيره هنا والدايره الكبيره بالداش، طبعا ده بالداش تتعمل كده عادي. طيب ولما اجي اوقف في دي كده،
طيب وبعدين يا ريس هتعمل ايه؟ اروح حاطط مين؟ مسمار من هنا، يكون عارف ان المسمار ده يمسك دي، حلو، ويطلع لبره كده، وفي في اخر المسمار ده شكل بالشكل ده. طبعا ده كله بالمسطرة كده يفرق، انا يعني الحاجات اللي انا بعملها دي هبل. طيب وبعد كده هثبت دي ازاي؟ ما هو الحتة الاستيشنري دي لازم يكون ليها مجرى معينة، بس هي ثابتة في الاخر. اه ابين له ان ليها مجرى، ده اول حاجة ان في مجرى هو بيتحرك فيه. طيب وبعدين برضو تمام، بعد كده اجي اقول له الجسم اللي عندي ده يتعمل له سيتنج بلوك ورا او هنا. طبعا هنا مش هينفع عشان الحركه دي هتبقى في اتجاه السيتنج بلوك، فاحط سيتنج بلوك هنا كده، اعمل له سيتنج بلوك، ومفروض ورا اوسع دي شويه، اوسع دي شويه، واعمل سيتنج بلوك زي ده كده. سيتنج بلوك عباره عن كام خط؟ ادي خط اتنين، ادي هو بيعملها اتنين مش عارف ليه صراحه، يعني بيسقطها ان هي جزئين مع ان هي المفروض اكتر من كده، بس تمام يعني. وادي خط بيظهر اللي هو داش لاين، عشان كده هي مش غلطه، هو كده بيعملها اصلا، بيعمل انها عباره عن مربعين، والمربعين دول ايه؟ في الوسط داش لاين. طبعا هتأكد منها بالرسم بتاع السوليد واقولك اشوف هتطلع ازاي. طيب وتروح ايه؟ سيتنج بلوك هيعدي هنا كده كفايه. يعني واحد يقول لي ايه طب والحاجات اللي هو عاملها البن والحاجات دي، يا عم انت تعرف تعمل دي، بس اعمل دي الاول خلاص بجد والله، اللي هو ايه ما تقعدش تحاول تفزلكها وانت لسه مش عارف تعمل اساسا. طيب عمل ايه هو هنا؟ جه قال لك انا هعمل جايد للفي لوكيشن. الفي لوكيشن دي المفروض ممتده تقريبا مكمله معانا الناحيه دي كده اهي، الجزء ده، وبيربط بمسمار من هنا، في مسمار جوه هنا كده بيثبت نفس الكلام هنا، وبيعمل لوكيتور، ما اعرفش الاثنين لوكيتور دول بتوعي صراحه، ولا الفيكسيشن ده، في فيكسيشن غلط يعني، في حاجات هنا غلط، لان هو المفروض يثبت زي ما قلنا بايه؟ بتنن. طيب يظهر في المسقط الجانبي من هنا كده، يبص من الناحيه دي، اه ده يظهر ان انا عندي ادي في بلوك اهو، وما ظهرش نهائي، يعني تخيل الفي بلوك اللي هو عملها، عملها مستطيل، مستطيل صرف يعني، اللي هو ايه؟ ما فيش حاجه هتظهر بقى، هو مستطيل ومش هبان الداش لاين فيه، لان هو مش عايز كل التفاصيل هنا. وفي قلب المستطيل ده في مسمار، في مسمار فوق منه ظاهر بارز برضو، ما بانش ايه اللي جواه، هنا بانها مجموعه لما عمل تهشير، بص قطع من هنا كده، دي الحته دي معناها ان هو قاطع خلاص، تهشير لايه؟ مجموعه من السلوتس، مجموعه من المستطيلات، وادي جسم المسمار جوه منها، ده كده جسم المسمار اهو، ما بانهاش قوي. وهنا شكل الايه؟ الجو اللي هتتحرك عشان تمسك الورك بيس، يبين اهم حاجه بالنسبه له، مهم جدا انه يبين التنون دي، رجل الايه؟ رجل الفيكسيشن، لكن دي التنون مهم جدا بالنسبه له، التنون ده لو ما بانش خلاص الموضوع كله هيبقى فيه ناقص، يعني انت ناقصك حاجه، فانت مهم جدا عشان كده المسقط الجانبي هيبان لي التنون اكتر خلاص. تمام ساعتها بقى ممكن نقول التفسير بتاع ان التنون هو اللي هنا، بس هو مش ما فيش حاجه مركزيه خالص، يعني مش متمحور حوالين حاجه، فالاربعه دول بصراحه لحد دلوقتي مش فاهم ايه معناهم، بس ايا يكن يعني مش فارقين معايا خلاص. فهمت حاجه؟ طيب تعال نبص سريعا كده، بص بس مجرد عينك تمشي، ده شكل خلاص جه ثبته، ده شكل مسمار زي اللي احنا بنتكلم فيه، ادي شكل الايه؟ الفي بلوك نفس اللي احنا بنتكلم فيه بس مسمار واحد، ادي الفي بلوك مسكت من جوه، وادي الدايره الخارجيه عشان بس ممكن تكون مش ظاهره، حلو، وراح قال لك الفي بلوك ذات نفسها، وحط نفس الحاجات اللي محطوطه في الرسمه العاديه، مع ان لحد دلوقتي مش عارف ايه لازمتهم الاربعه دول، تمام، بس هنحطهم وخلاص، ومسمار من هنا ومسمار من هنا، واربع مسامير كانه ماسك الجسمين دول في بعض، او يعني يكون السبب. دي المفروض يتعمل لها مجرى كده، ان انا ببين ان هنا في ايه؟ في حركه، بس هو مبينها كده كده هنا، يعني هي باينه هنا، لا يعني مفيش مجرى لسبب، مفيش مجرى لسبب، هو عامل دي في الهواء، دي كده بالنسبه له في الهواء. نفس الاسقاطات دي سكندري لوكيتور مهمه جدا، ان انا حاطه على جسم الشغلانه جوه اهو، تمام، وفيرست لوكيتور من هنا. طبعا الكلام ده اعتقد كان موجود هنا برضه، لا ما كانش موجود فيرست وسكندري لوكيتور دي خالص، بس هتلاقي الشغلانه اللي عنده كان فيها لحظه الفرق، اه الشغلانه اللي عنده دي كان فيها تقبين، فعشان كده راح حاطط فيرست وسكندري لوكيتور، وترسم مسقط الشغلانه مظبوط، اه اللي هو انهي مسقط؟ اللي هو المسقط ده، ده اللي هيظهر في مين؟ في الفرونت، يبقى ده اللي هيظهر في الفرونت، وتعدل ده تروح عادله كده لفه، ويبقى ده اللي هيظهر في السايد، ده لو انت عايز تشتغل على السايد والفرونت وتشغل دماغك وخلاص، تمام. يبقى انا كده عملت السكندري والفيرست والكلام ده كله،
انا قصدي اوصلك انت هتفهمها، يعني موضوع ان انت هتقدر تفهم، اه هتقدر تفهم باذن الله. نفس الكلام ده تتعمل لها الفيكتشر بس، الفيكسيشن بس، فادي الشكل الفيكسيشن بتاعها. نفس الكلام في تاني حاجات تتعمل لها الفيكسيشن. لا بس خلاص، هما دول الاتنين اللي انا وريتهم لك دول تقريبا، بس هما اللي فيهم الميلينج. اه دي فيها الميلينج، خلاص وريتها لك، واللي تحت منها كان فيها الميلينج، هو عمل الميلينج بس فيها اصلا. فتبص على الاتنين دول وعينك تتغذى بيهم كده كويس عشان تعرف هتعملهم ازاي في الامتحان، مع ان انت عارف الاساس ايه. هو الامتحانات اصلا بيجيب الجيج دايما، او الاندكسنج جيج، ما بيجيبش ال، ما شفتوش بيجيب اسمه ايه، ميلينج. بس اتمنى ما يتحنكش في دفعتنا يعني. خير، حاجة تانية؟ فهمت حاجة الأول بجد؟ يعني أنت حاسس إن أنت ناقصك حاجة عايز تفهم حتى الأول؟ يعني بما إن معانا 10 دقايق مثلا أو حاجة، عايز أشوف حاجة بس إيه وإحنا قاعدين، عشان الناس تبقى شافتها. اللي عايز يطلع من الفيديو بقى يبقى يطلع، بس أنت كده هتقعد معايا حتى لو قفلت البتاع نتكلم شوية عادي يعني. فخلينا بالمرة روكي كده، ويظهر فعلا زي ما أنا كنت بقول مستطيلين، وفي مستطيل في النص أهو، تمام؟ لو كبرنا خلاص مستطيلين، وفي مستطيل في النص، وفي حتة داش لاين حتى باين هنا بس مش قوي. الداش لاين اللي ظاهر جدا مين هو ده؟ عشان ايه؟ عشان فكرة الدايرة دي، هل الحتة دي باينة ولا لا؟ فهو ظاهر بس مع التكبير ان في داش لاين ورا، بس مستخبي مش فارق قوي ده يعني. بص اهو في داش لاين ورا اهو، عشان الحتة بتاعة المستطيل بتاعة الدايرة دي نفسها انت هتعملها ازاي يعني. فاعتقد دي مش هتبقى يعني، ما بقاش فيها داش لاين، اللي يبقى فيها داش لاين هو بالظبط هي الجزء ده بالذات، اخر حتة في الدايرة دي يبقى فيها داش لاين فعلا، تمام؟ فالمهم ظهر زي ما انا كنت بقول، ان هو لازم يبقى 3 مستطيلات وداش لاين ورا الخط ده.